المدى يعني لك مشارك في مهرجان فنزوال الفرنس. الحضرة ديالي هو الحضرة كأي فنان من هنا كنا نحاولوا نبرزوا التراث ديالنا اللي هو المغربي والعيطة الجبلية باش نحاولوا هو بأنه مهرجان تراثي باش نحاولوا نحيوا صلة الرحم بين الناس ونشوفوهم لأول مرة. أنا أول مرة كنشوف في الجبلية الجبلية كسهرة فنية، جيت هنا في عراسة الحباب الجبلية كضيف، اليوم جينا أنا قدامكم بشكل رسمي. كيفاش كتحط راسك انت في هاد يعني رواد الاغنيه وكذلك يعني الشباب اللي كيتعاطوا الاغنيه ديال الجبليه وبالاخص الطرب الجبلي؟ انا كنحط معي كيفاش نحط راسي كيفاش كيفنع غادي يصنع في راسي اللي كيصنع في اللي كيصنع في هو الجمهور والاعلام هو اللي كيصنع في الفنان. الحضور ديالنا انا بالنسبه لي كفنان الفن البسيط كنحاول انني باش نوصل التراث والحفاظ على التراث ديالنا بطريقه ديال عبد الملزم. بالنسبة لعبد الوساني كنعرف الفن الجبلي يعني هو كيتغنى في المناطق الجبلية كيبرز المعاين ديالها الطبيعية، كيتغنى بالكلية، كيتغنى يعني الموضوعات ديالك انت، واش انك تعاود الأغنية الجبلية كما تغنات أو انك انت كتحاول تشد فيها على مستوى الموضوعات؟ كاين الفرق فرقوا بين العيطة وبين الأغنية الجبلية. هاد الأولية اللي كتهضر اليوم كاين العيطة، هادو كاينين في العيطة، كاين عيطة الأولية وكاين عيطة القدس. الطوقة الجبلية ما كاينش الطوقة، الطوقة كلمة داخلة، هادي داخلة، هادي أنا قلتها، هادي داخلة دخلها واحد الإعلامي، أنا قلتها في القناة الثانية في الأخبار مباشرة، كانت هادي كلمة داخلة على العيطة، على سميتها على العيطة الجبلية، هي العيطة الجبلية ماشي الطوقة. التكتوكا هذا قالها اسم صحفي بعد الاستعمار، ما هو العيطة الجبلية أو الطرب الجبلي أو الأغنية الجبلية. نعم، وبالنسبة للموضوعات ديالك الموضوعات ديالي أنا اللي كندير، أنا كندير الأغنية الجبلية والعيطة اللي كنديروها كتراث كنحاولوا كنحطوا الشيء اللي عندنا اللي قالوا الأوائل الأساسيين الكبار زعما ديال السي محمد عوسي كما قال السي محمد عوسي، كنشدوا العيطة ديالهم كنحاولوا نحفظوهم باش نحاولوا حتى حنا نخليهم يتورثوا من جيل لجيل. هذا هو هذا نعم. بالنسبه للاغاني ديالك اللي كنت الاغاني ديالي، انا عندي اغنيه اللي ما وصلتش جباله كندور وكيله راك الى كنتي مواكب الصحراء تكون سمعت فيها، هي اللي ما وصلتش جباله وسمع التراث ديالها من بلي بالنضام بكري والفطور بالزيت البلدي الزبده المعزول بكري والزيتون صالمون بالزيت. هذه اغنيه كنحاولوا باش نشرفوا بها ونعرفوا بالجباله اللي ما كيعرفش جباله، حيت حنا راه مازال عندنا واحد كما كنقولوا حنايا الهويه ديالنا مازال ما وصلتش الصحراء، مازال ماشي بحال سواسه تبارك الله ولاو معروفين الاتحاد ديالهم ولاو في كتسمع الاغنيه السوسيه في المغرب كامل وكتسمع الاغنيه العلوه سواء ديال حتى الخارج بالاغنيه الاغنيه الجبليه الاغنيه الشعبيه، ما كاينش في المغرب اللي ما كيعرفش العلوه والصعيدي، ما كاينش في المغرب. مازال حنا عندنا مشكل الا ولتي الا ولتي الصحراء ما كتلقاش الا لكان الناس سكان الاصليين ديال الجبال هما اللي حافظين التراث ديالنا، اما الناس تلقى الصحراوي كيغني جبليه كنظن واقيلا باقي عندنا صعيب، ولا السوسي كيغني جبليه باقي عندنا صعيب. يعني حنا كنحاولوا نسوقوا العيطه الجبليه ديالنا اغنيه جبليه عايش كامل التراث المغربي، عاد نشوفوا الفكره ديال العالميه. نعم، وبالنسبه للكلمات واش غنكون كاتب كلمات؟ كل مره والله كنا درنا اخر عمل عندنا واحد الاغنيه اللي هي مشهوره كتعرفها ربي يمكن تعرفها، حنا اليوم ان شاء الله ربي غنقولوها في اليوم غنديروها في المهرجان انا اللي عايشه وشحال نتي مفشه، هذو كلمات والحن سي عبد الملك الاندلسي توزيع ديالي. كاين مجموعة ديال الفنانين اللي خلدوا الأسماء ديال المدن ديالهم كما كتعرف ما نقولوش الأسماء، أنت بالنسبة لك واش مدينة وزان يمكن لك في المستقبل تكتب عليها وتغني عليها وزان؟ أنا ديجا غنيت على مدينة وزان حبيبة ديالي، الله الله على بلادي وزان، عزيزة ديالي الله 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 على بلادي وزان، ولا بغيتي نسمعوها لي فيما نسمعوها لي. ودرنا شي عياط يعني وزان جبلية درنا درنا شي حنا المكان اللي حنا كنسمح فيه ما كيسمحش فيه نغني، حنا في مقهى عام. واخا هذه نقطة خليوها ندخل حنا يكون دابا حنا داخل في الشو داخل في مرحبا مرحبا شي عيو حنا جينا اليوم نديرو عيل عيو وجينا نديرو جبالة ونديرو الشعبي ونديرو الراي ونديرو الليفية ونديرو الشعبي. نعم، وكرسالة أخيرة ما هي رسالة توجهها للجمهور عبد الوزاني؟ هو أننا كنشكرهم على التتبع ديالهم الحمد لله، وشكرا على الحضور ديالهم اللي كيحضروا في يعني في أي مهرجان يمكن كل حضرة كنلقاو واحد الجمهور بكثافة، وكنشكروا نشكركم انت كنشكر الصحافه بدور عام لانه التغطيه ديالهم، حيت الصحافي والفنان عنده رساله واحده هو انه هو باش يحاول
هذيك المنطقه اللي كنكونوا فيها كنحاولوا نعطيوها اشعاع، يعني الا ما درناش اللي في الليل ما نعطيوهاش واحد الاشعاع. هذا هو الرساله. شكرا عبد الوزاني، نتمنى لكم مزيان من التالق والتوفيق وابراز التراث الجبلي واشعاعي في كما الرساله اللي حملتها للجمهور هو اشعاع ديال الطرف او الجبلي في المغرب وما يلف العالم ان شاء الله. يا ربي نتمنى الله التوفيق. ايضا ونشكرك ايضا انت سيدي من قناه سي انفو العرائش من مدينه عرائش انفو، موقع الكتروني، موقع الكتروني. ما رايك بهذا الهرم الاعلامي من منطقه الشمال؟ ما رايك فيه يا استاذ؟ موقع ولا جريده انفو من العرائش، كنشكروا بعدك على المجهود الجبار اللي جا ضرب هاد التراك بعداك تحمل عبء السفر باش انا وصلنا هنا للخميس ديال لانجرا. كنشكروه ولو من جزيل الشكر، وكان على هاد باش انه يحاول يوصل الرساله لصوتنا والصوت ديال هاد المنطقه باش يوصلوا للمسؤولين. شخصيا انا زرت وزن بزاف المرات، وزن محافظه على الهويه ديالها والناس ديالها، يعني كاين ضامن مرضياتهم ومازال محافظين على الهويه، وخاص نعرفوا المكانه ديالها. يعني المكانه هي المعلمه ديال وزان، مولاي عبد الله الشريف، مولاي تهامي، الزاويه، اللهيبه، منطقه الرهونه معروفه، هما اللي ارخوا يعني التاريخ المنطقه في الشمال، وكانت يعني مركز ديال المقاومه في التاريخ ديالنا، وبالاخص المنطقه ديال السد، لان التزوين ديال التراث الطبيعي انك كتزخر بحال الفضاء الطبيعي يعني في النواحي ديالها، يعني خاصه في المنطقه الجبليه. حنا كاين عندنا واحد الاوجه تشابه في الجبال، واخا عندنا اختلاف في اللهجه في لاكسو، يعني في البرونسيسيون ديالنا في لاكسو عندنا اختلاف، ولكن حنا اصلا كلنا متفقين على حاجه واحده، متفقين على الخبز والزيت والزيتون. هذا هو الجبال بصراحه. بصراحه فهمتي، يعني اي جبلي اي انسان اللي كتمشي تيبين كيفطر بالخبز والزيت والزيتون والبصل. وهذه رساله للمتتبعين ديالنا في وزان، لان عندنا متابعين وكذلك قمنا بزيارات، يعني ان الناس كيبرزوا الهويه ديالهم في الشارع، يعني على الطريق وديك الشيء، مثلا الشاشيه، هذيك المنتجات المجاليه، المنتجات المحليه، يعني وزان معروفه كما كنقولوا حنا بالجلابه، يعني معروفه الجلابه الوزانيه. وعلى فكره انت كتشوف معظم الباساجات ديالي في المدرسه كتكون دائما حاضره فيهم الجلابه الوزانيه، يعني بكثره كنحاول نخدم على الجلابه، يعني عندنا الجلابه، عندنا البلغه، عسل الزيت، عندنا الزيتون، هادو هما المناطق ديال سميتو ديال لحم. وعندنا الشرفه، الحاجه اللي مهمه هي الشرفه، شايل لها دار الضمان، دار الضمان توقف معنا اليوم، شايل لها دار الضمان، نعيشوا معك هاد السهره الممتعه اليوم ونشاركوك يعني موسعة اللقاء مع الجمهور ديال السبت، عفوا خمس لاجرا. تبارك الله عليك سي عبد الشريف اللي فتحتينا قلبك وتواصلتي مع القراء والمستمعين ديالك. مرحبا عزيز، وشرف لينا، وكنزيد الشكر بالكامل جزيل الشكر على هذا اللقاء، على هذا اللقاء هذايا، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ربي يكون مزيد ديال اللقاءات مع بعضياتنا ان شاء الله ربي يكون خير. شكرا عليك، الله يبارك.